بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 64 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى، الدرس رقم 64، ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها، ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 300 من الجزء الأول، اللي هو نفسه المجلد الأول، على صفحة 300. ما زلنا نتكلم عن أحكام ومسائل سجود السهو، وصلنا إلى عنوان فصل نسيان سنة. فصل نسيان سنة، كلمة فصل هذه من صنيع الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. أما ما بين معقوفتين نسيان سنة، فهذا عنوان فرعي صنعه محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى، ولتمييز جهده وتدخله في المتن عن كلام المصنف الإمام الشيرازي وضعه بين معقوفتين. وقلنا مرارا هذه العناوين الفرعية تساعد الدارس على حسن الاستفادة من الكتاب على الوجه الأتم الأكمل. نسيان سنة، طيب نقرأ وبالله التوفيق. وإن نسي سنة من سنن الصلاة، مش فرض أو واجب، وإحنا قلنا ميزنا بشكل واضح وجلي ما بين الأركان اللي هي الواجبات في الصلاة عند الشافعية وما بين السنن والمستحبات. فالصلاة لا تتم بترك ركن من أركانها، إذا كانت ترك عن عمد فبطلت الصلاة، إن كان عن نسيان قلنا كيف يعالج الموضوع ويسجد للسهو وجوبا في آخر الصلاة في المحاضرة الماضية. الآن نسي، لكن مش إيه، مش فرض، إنما نسي سنة، يعني ترك سنة لكن عن نسيان. إذا تركها عن عمد نقص أجره، لكن إن تركها عن نسيان ماذا يعمل؟ وإن نسي سنة نظرت، فإن ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها، مثل أن يترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ، أو ترك التشهد الأول فذكر وقد انتصب قائما لم يعد إليه. إذا نسي السنة وتذكر أنه نسي هذه السنة وقد تلبس بغيرها، يعني من أفعال الصلاة بالفعل التالي دخل فيه، فهنا لم يعد إليه. تمام، يعني أنت نسيت دعاء الاستفتاح وبدأت في الفاتحة، تذكرت وأنت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ترجع وتقرأ دعاء الاستفتاح بعدين تكمل الفاتحة؟ لا، لا ترجع إليه. إذا كنت في التشهد، والتشهد الأول، بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية قمت للركعة الثالثة بدون أن تقرأ التشهد الأول، تمام، وقراءة التشهد الأول سنة، وهي سنة مؤكدة في الصلاة لكن ليس فرضا. الفرض قراءة التشهد في الركعة الأخيرة، سواء كانت ثلاث ركعات، ركعة، أربع ركعات. الآن
لما تذكرت أنك نسيت التشهد كنت في وضعية القيام أو أقرب للقيام، قيام الركعة الثالثة تريد أن تقرأ الفاتحة، لا ترجع إلى التشهد. تمام، هذا الحكم الشرعي المتعلق بنسيان السنن وتذكرها بعد التلبس بغيرها من أفعال الصلاة، هذا مستفاد أنه لا يعود إليها، لا يستدرك ويرجع إليها ثم يكمل كما حصل بالفروض. بنبهنا في المحاضرة الماضية، واحد نسي نسي السجدة الثانية، تمام، وتذكر أنه نسي السجدة الثانية، والسجدة الثانية من فروض الصلاة، وهو يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ ينزل مباشرة إلى السجدة الثانية ويكمل ويسجد للسهو وجوبا. هنا في ترك السنن نسيانا لا يرجع إليها إذا ما تذكر هذا النسيان وقد تلبس بغيرها من أفعال الصلاة. هذا عدم الرجوع مستفاد من أحاديث حسنة وصحيحة، لكن الذي أثبته الإمام الشيرازي في المهذب هنا في المتن حديث ضعيف، وفي غير صحيح أولى به، والآن سنبين. والدليل عليه ما روى المغيرة بن شعبة، هذا حديث ضعيف الذي سأذكره الآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين ولم يستتم قائما، قام من الركعتين يعني بدل ما قرأ للتشهد الأول، تمام، نسي، السياق بقول إنه هذا الكلام عن حالة نسيان، ولم يستتم قائما فليجلس، يعني خلص الركعتين قام للثالثة لكنه ما استقام بعد وأقرب للجلوس، تذكر أنه ما قرأ التشهد فليجلس، تمام، لأنه لم يتلبس بعد بفعل من أفعال الصلاة التالية، الأفعال التالية، فليجلس. وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين، يعني سجدتي السهو. هذا الحديث واضح في بيان هذا الحكم، والتشهد ثبت، التشهد الأول، أنه سنة مؤكدة. فإذا ما ترك نسيانا وذكرناه ونحن أقرب إليه نرجع إليه ونقرأ التشهد ونسجد للسهو ندبا، إذا ما تذكرنا إلا وإحنا في حالة القيام أو قريبين من القيام لا نرجع ونسجد للسهو، ونسجد للسهو. والسجود للسهو هنا متردد الحكم بين المندوب والواجب، والله أعلم. طيب الآن انظر معي في الحاشية رقم 1 في صفحة 301، الحديث هذا أخرجه الإمام أبي داود في سننه، وهو حديث ضعيف، ضعيف الإسناد، لكن في سنن أبي داود حديث آخر من قبيل الحسن، والحسن تقوم به الحجة، وهو يعني يدل على المطلوب، لكن يبدو قلة بضاعة الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى من الحديث رواية وربما دراية أيضا، جعلته يستدل بهذا الحديث الضعيف ها هنا مع وجود حديث صحيح أو حسن على الأقل في نفس موضوعه، ويدل على ما يدل عليه. ما هو؟ هو عن زياد بن علاقة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقال فقلنا سبحان الله، قال سبحان الله أي المغيرة بن شعبة، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. هنا السجود حصل بعد التسليم، فلما انصرف يعني من الصلاة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع كما صنعت. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لاحظوا في الحديث اللي إسناده ضعيف
المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عبارة عن سنة قولية منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن السند ضعيف. أما السند الحسن هو أن المغيرة بن شعبة نفسه رضي الله تعالى عنه صار معه هذه الحادثة، نسي التشهد الأول وقام للركعتين الركعة الثالثة، فنبهه من خلفه من المأمومين سبحوا، فسبح ولما سلم سجد سجدتين للسهو، وقال إنه هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. تمام، يختلف الآن أن يكون فعل صحابي عن كونه إيش، عن كونه سنة قولية للنبي عليه الصلاة والسلام. مما لا شك فيه، ممكن الهوست المشرف إذا سمحت تعرض لنا الكتاب، نحن الآن في صفحة 301. الأستاذ المشرف يعرض لنا الكتاب على الشاشة لتعم الفائدة، لأنه في بعض الإخوة ما معهم النسخة الورقية من الكتاب. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة القولية أقوى وأصرح من السنة الفعلية، والسنة الفعلية أقوى وأصرح من السنة التقريرية، يعني هي درجات. الآن فعل الصحابي الذي له حكم الرفع أيضا يكون أقل قوة من السنة التقريرية. فالحديث الأول اللي في أسفل صفحة 300 هذه سنة قولية، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، لكنه ثبت بسند ضعيف. اللي ثبت بسند حسن اللي هو إيش؟ إن المغيرة بن شعبة حصل معه هذا الفعل، يعني فعل صحابي. تمام، طبعا له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا. طيب، الأخ فراس الآن أنت هوست مشرف، بإمكانك تعرض الشاشة إذا كنت إيه، إذا كنت معك عندك نسخة من الكتاب، نسخة إلكترونية. طيب، أخ فراس، لو أخونا من أندونيسيا تجعله المشرف، بارك الله فيك. طيب، إذا انتبهوا معي في قضية الاستدلال، انتبهوا معي في قضية الاستدلال، إنه السنة القولية هي الأصرح، تمام، والأقوى من حيث الدلالة بتكلم، ثم تليها أدنى منها السنة الفعلية إنه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أمر ما، وأدنى منها السنة التقريرية يفعل أمر في حضرته الشريفة فيسكت عنه إقرارا له. تمام، أدنى من ذلك فعل الصحابي، لأنه هو ليس من قبيل السنة حقيقة إلا إذا كان له حكم الرفع، مثل هذا الحديث الذي يرويه المغيرة بن شعبة، أو الحادثة التي حصلت مع المغيرة بن شعبة وهي ثبتت بسند حسن. على أي حال، هناك أيضا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، روايات أخرى أخرجها الحاكم النيسابوري في المستدرك كما نبه المحقق في نفس المعنى، في نفس المعنى، وهي تصلح للاحتجاج. وإحنا نبهنا مرارا أن الاحتجاج بالسنة في إثبات الأحكام الشرعية لابد أن تكون السنة من قبيل الصحيح أو الحسن، من قبيل الصحيح أو الحسن. تمام، يعني هذا ما يسمى المقبول. أما إذا كانت من قبيل الحديث الضعيف على اختلاف درجاته فلا تصلح عندها للاحتجاج بها في إثبات الأحكام الشرعية، يمكن الاستئناس بها
يمكن الاستئناس بها في فضائل الأعمال بشروط. الأحاديث الضعيفة يمكن الاستئناس بها في فضائل الأعمال بشروط، كأن يكون الضعف يسيراً، وألا يكون الحديث من قبيل الموضوع والمكذوب، وألا نعتقد بنسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الحديث مما يندرج تحت أصل عام، تحت أصل عام. والمثال الذي يؤتى به في بيان هذه القضية عادة في كتب مصطلح الحديث، حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا الحديث ضعيف لكنه يستأنس به في فضائل الأعمال لأنه يندرج تحت أصل عام وهو بر الوالدين، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وتقديم بر الأم على بر الأب. تمام. فلكن فيؤتى به يذكر للاستئناس به في فضائل الأعمال، أما هو حقيقة ضعيف الإسناد، والله أعلم. طيب نقرأ الآن في أعلى صفحة 301 إذا سمحتم. ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ينتصب، لأنه إذا انتصب حصل في غيره، وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره، فدل على ما ذكرناه. يعني القضية بتكلم هنا تعليل عقلي لهذا الحكم، اللي هو أنه إذا نسي سنة فإنه وكان قد تلبس دخل المصلي فيما بعدها من أفعال الصلاة لا يرجع إليها، لا يرجع إليها. تمام. وإنما يكمل صلاته. طيب هل يسجد للسهو؟ له أن يسجد للسهو، له أن يسجد للسهو جبرا لهذا الخلل الذي حصل في صلاته، لكن ليس وجوبا عليه أن يسجد للسهو إذا ما ترك سنة من سنن الصلاة نسيانا. ليه؟ لأنه تركها أصلا عمدا لا يبطل الصلاة، وإنما ينقص من أجرها. فإذا كان تركها عمدا لا يبطل الصلاة، فتركها نسيانا لا يبطل الصلاة من باب أولى. لكن له أن يسجد للسهو جبرا لهذا الخلل الذي حصل، اللي هو أنه نسي وسهى في صلاته، فترتب على هذا السهو أن ترك شيئا من سنن الصلاة، فجبرا لهذا الخلل الذي حصل، وإن كان خلل يسير، له أن يسجد للسهو وله أن لا يسجد، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن لا يرجع لأداء هذه السنة بعد أن يكون أن كان قد تلبس في غيرها. طيب وإن نسي تكبيرات العيد، معروف صلاة العيد في 7 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، و5 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية. إذا نسيها سواء كان يعني إمام أو كان يصلي منفردا، على اعتبار الشافعية أجازوا صلاة العيد منفردا، فبدأ في القراءة يرجع ويكبر، لأنه أين مقام التكبيرات؟ في القيام، وهو ما زال في القيام لكنه بدأ بقراءة الفاتحة، يرجع ليكبر أو يكبر بعد الفاتحة، ولا خلاص فات التكبير؟ قولان للإمام الشافعي في هذه المسألة. القول الأول في القديم يأتي بها، يعني بعد ما خلص الفاتحة يكبر، لأنه هذه محلها القيام وهو ما زال في القيام، فكل ما هنالك اختلاف الترتيب، بعد أن قرأ الفاتحة وأتمها يكبر التكبيرات، تكبيرات العيد، والقيام باق. وقال في الجديد وهو المفتى به في المذهب الشافعي لا يأتي بها، لا يأتي بها، خلاص إذا نسي وبدأ بالفاتحة يكمل الصلاة ولا يرجع إلى تكبيرات العيد، لأنه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ترتيب الصلاة توقيفي أيها الأحباب، وهذه الصلاة الفريضة منها والنافلة هي أعظم شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذه الشعيرة العظيمة
هي عمود الإسلام وثاني أركان. فصلوا كما رأيتمون يصلي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالترتيب جزء من الصلاة. الآن الترتيب تكبيرات العيد بعدين قراءة الفاتحة، صحيح كله في القيام لكن التكبيرات أولا ثم القراءة ثانيا. إذا نسي التكبيرات تمام وبدأ بقراءة الفاتحة لا يرجع إلى التكبيرات ولا يكبر بعد قراءة الفاتحة، إنما يكمل الصلاة وله أن يسجد للسهو، وهذا أكمل. تمام، لاحظوا معنى العبادات توحد المسلمين، وهذا معنى يخفى على بعض المفتين الذين يتمسكون بفقه مذهبهم حتى لما ينتقلون في سفر أو ما شابه إلى بلد آخر فيه مذهب آخر من مذاهب أهل السنة والجماعة. العبادة توحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني لما تدخل أي مسجد من مساجد المسلمين في الديار السنية لابد أن ترى العبادة نفسها، ما في إجراءات خاصة ولا أوضاع خاصة للصلاة في بلاد الشام تختلف عن الصلاة في مصر، تختلف عن الصلاة في شمال إفريقيا، لا في الجمعة ولا في الجماعات ولا في غيرها. الترتيب واحد، مش بحاجة حد يشرح لك. تمام، فالعبادات توحد، مش لاحظ. فلذلك لما يكون الترتيب يلتزم بالترتيب ما فيش مشكلة، أما أنك تدخل مسجد وتصلي العيد وتكتشف أنه الإمام بعد ما قرأ الفاتحة بدأ يكبر، يلتبس عليك الأمر، بتقول إيش الصلاة هذه، ربما تغادر الصلاة ظنا منك أنه هذه فرقة غير أهل السنة وحاجة يعني. لا، العبادة واحدة، فالترتيب مقصود، تكبيرات بعدين فاتحة، نسيت التكبيرات كمل وأسجد للسهو ندبا، أما لا تغير في الترتيب، والله تعالى أعلم. يعني أذكر هذه المعاني ونحن نتناول الأحكام الشرعية، وهذا من ربط الأحكام بحكمها ومقاصدها. قلنا مرارا أيها الأحباب أن هذه الشريعة الإسلامية التي شرفنا الله تعالى بدراسة أحكامها نازلة من عند الحكيم العليم الله جل جلاله سبحانه وتعالى، الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة، فكل حكم شرعي له حكمة. تمام، عرفناها أو لم نعرفها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. تمام، والله تعالى أعلم. طيب، فصل مقتضى سجود السهو. مقتضى سجود السهو، فصل، كلمة آل العنوان من صنيع الإمام الشيرازي، أما ما بين معقوفتين مقتضى سجود السهو هذا من صنيع المحقق الدكتور محمد الزحيل. طبعا هو بيقرأ الفقرة ويضع لها عنوانا بعد ما يطلع الدكتور الزحيلي، بعد ما يطلع على الفقرة اطلاعا وافيا يضع لها عنوانا، وهذه العناوين إذا لاحظتم غير متكررة، يعني كل فقرة تتكلم عن قضية معينة. فالآن بذكاء الدكتور محمد الزحيلي وحسن الاطلاع منه حفظه الله على الكتاب كاملا يضع هذه العناوين الفرعية، ما بدناش عناوين مكررة، كل فقرة بتتكلم عن مسائل أو مجموعة مسائل تختلف عن ما قبله وعما بعدها. الشيرازي رحمه الله تعالى قال فصل فقط. تمام، أتعب من بعده اللي هو الدكتور الزحيري في صناعة هذه العناوين الفرعية التي بها يعني تكون الفائدة والاستفادة من الكتاب على الوجه الأتم الأكمل إن شاء الله تعالى الكريم. الذي يقتضي الآن بده يفصل لنا فيما يستدعي سجود السهو، سواء كان سجود السهو واجبا أو كان مندوبا، كما أن في الصلاة في واجبات وفي مندوبات، كذلك سجود السهو أحيانا بيكون واجب وأحيانا بيكون مندوب. إذا قلنا واجب فترك سجود السهو يعني أنه الصلاة باطلة، وإذا قلنا أنه مندوب في حالات فترك سجود السهو يعني أنه الصلاة ينقص أجرها كترك السنة مثلا. تمام، يعني مثلا من حالات الوجوب
التي مررنا بها حالات الشك في عدد الركعات، ويبني المصلي على الأقل العدد الأقل، شك صلى 3 ركعات ولا 4، بيبني على الأقل أنه صلى 3 ركعات ويكمل 4 ويسجد للسهو وجوبا، ويسجد للسهو وجوبا. طيب، الذي يقتضي سجود السهو أمران، زيادة ونقصان. فأما الزيادة فضربان، قول وفعل. يعني المقتضي لسجود السهو الذي يستدعي سجود السهو أحد أمرين رئيسيين، إما زيادة شيء في الصلاة سهوا أو إنقاص شيء من الصلاة سهوا. الآن الزيادة ممكن تكون زيادة قول وممكن تكون زيادة فعل، والإنقاص كذلك كما سيأتي بيانه. فحري إنه هذه الفقرة يعني نرسمها بشكل مخطط شجري، لأنه هذا ما يسمى بالخريطة الذهنية، هذا ما يساعد في فهم الفقه ودراسته، المخططات الشجرية، خاصة لما يكون في عندي تفريعات لتسمى الخرائط الذهنية. وهذه أنا كنت أعملها دائما وأنا في مرحلة البكالوريوس، في دفتر خاص للمخططات الشجرية للمادة، مثلا فقه المعاملات في إلها دفتر كراس صغير عبارة عن مخططات شجرية، خرائط ذهنية، أقسام المال وأنواع الملكية وشروط العقد وأركان العقد إلى آخره. ففي ليلة الاختبار بتتصفح، أو ما فيش ليلة الاختبار، إنما قبيل الاختبار بقليل أيضا، تتصفح هذه الصفحات فتراجع المادة كلها، تمام؟ لأنك بتميز في ذهنك بين الأمور المتشابهة من خلال هذه المخططات الشجرية. طيب، فالقول الآن عندي نبدأ بالزيادة، بالزيادة في الصلاة، ممكن تكون زيادة قول وممكن تكون زيادة فعل، ببين لي حالات، بيعطي صور وأمثلة توضيحية. فالقول أن يسلم غير موضع السلام ناسيا، يعني هو في التشهد الأول بعد ما خلص التشهد الأول سلم من الصلاة نسيانا، الصلاة رباعية بعد في ركعتين، تمام؟ فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا، أو يتكلم ناسيا، يعني هو سلم وذكر أنه سلم في غير موضع النسيان فكمل الصلاة، جاب 3rd and 4th، لكن هذا السلام الذي فعله بعد التشهد الأول هذا زيادة، تمام؟ هذا زيادة قول، قال السلام عليكم ورحمة الله حتى لو لم يحرك وجهه، بعدين انتبه أنه لا لسه عليه ركعتين فقام للثالثة، فكان هنا زاد من الأقوال على أقوال الصلاة نسيانا، وممكن يتكلم نسيانا، هذا طبعا بسبب قلة الخشوع وبسبب ربما التهاون في السنن الراتبة والنوافل العامة، فتجده لما يصلي ممكن يتكلم. في واحد منشد إسلامي وقف يصلي إماما، فبعد الفاتحة بعدما بدأ كانت صلاة جهرية، بدل ما يقرأ ما تيسر من القرآن أخذ ينشد، لأنه ليل نهار يعيش في الإنشاد، فلما وقف في الصلاة إماما صلاة جهرية أنشد، تمام؟ ناسيا طبعا، أو يتكلم ناسيا، فيسجد للسهو، فيسجد للسهو. إذا زاد في الكلام، سواء كان من كلام زاد في الصلاة كلاما نسيانا، سواء كان من كلام الصلاة كالتسليم في غير موضعه، أو كان من غير كلام الصلاة كأن تكلم كالإنشاد هذا الذي أنشده نسيانا، تمام؟ مباشرة يرجع لما يذكر إلى الصلاة ويترك هذا الكلام الزائد ويسجد للسهو. والدليل على هذا الحكم ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من 2 وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين، تمام؟ لما صلى العصر عليه الصلاة والسلام 2 وسلم، فما أحد من الصحابة تكلم إلا ذو اليدين رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله قصرت الصلاة ولا نسيت؟ فلما عرف كلمه النبي عليه الصلاة والسلام، كلم الصحابة قال صدق ذو اليدين،
يعني صار في كلام. فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الركعتين وسجد للسهو. فمع الأخذ بعين الاعتبار أن الكلام الذي تكلمه النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع الصحابة ليس نسيانا، إنما تكلم عن عمد يسألهم سؤال، تمام. لكن لأنه الأمر تم بسبب نسيان حصل، فشرع إتمام الصلاة ويسجد للسهو. وإن قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو أيضا، لأنه قول في غير موضعه، فصار كالسلام، مثل ما أسلم بعد الركعة الثانية والركعة الصلاة رباعية. كذلك لو قرأت الفاتحة في موضع التشهد أو قرأت التشهد في موضع الفاتحة، صحيح هو من كلام الصلاة لكن في غير موضعه، طبعا هو يفعل ذلك نسيانا، فمباشرة إذا ذكر يرجع لأداء الفعل أو القول الصحيح في ذلك المكان من وذلك الفعل من أفعال الصلاة، ثم يسجد للسهو، تمام، ثم يسجد للسهو. يعني هو صليت على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ممكن يكون القول هنا قول من أفعال من أقوال الصلاة لكن في غير محله نسيانا، وممكن يكون القول من غير أقوال الصلاة أصلا، كأن يتكلم كلام من مع شخص آخر نسيانا إنه هو في صلاة. في الحالتين يتوقف عن ذلك مباشرة، بس يعرف يتذكر ويرجع للصلاة ويكمل الصلاة ويسجد للسهو على زيادة القول التي أحدثها، على زيادة القول التي أحدثها، سواء هذا كان القول من أفعال من أقوال الصلاة لكن ذكره في غير محله كالقراءة قراءة الفاتحة في موضع التشهد أو العكس، أو كالسلام في غير موضعه، أو ككلام من خارج الصلاة أصلا، لكن كله تحت مظلة النسيان، كله تحت مظلة النسيان. وأما الفعل فضربان، الآن بتكلم عن الأفعال الزائدة على أفعال الصلاة، تمام، هذا كله في حالة نسيان طبعا. فضربان، ضرب لا يبطل عمده، لا يبطل عمده الصلاة. النوع الأول العمد منه لا يبطل الصلاة، الآن هو حالة نسيان، لكن بقول النوع الأول أفعال لو فعلت زائدة على الصلاة عمدا لا تبطل الصلاة. مثل إيش؟ قال لك وضرب يبطل، نعم، فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين، ما احنا قلنا ثلاث حركات متتالية من غير حركات الصلاة وليس مما تستدعيه الصلاة كستر العورة وغيره، ثلاث حركات متتالية عند الإمام الشافعي تبطل الصلاة، فإذا تحرك حركتين عمدا لا يبطل الصلاة، تمام. الالتفات يمينا ويسارا لا يبطل الصلاة، اللي حركة رأس، لكن حركة واحدة وربما تكون حركتين لكن مش ثلاث حركات، فهو إذا التفت يمينا فحسب أو التفت يسارا فحسب، هذا الالتفات عن عمد في الصلاة لا يبطل الصلاة. وقد يحتاج الإنسان إذا كان يصلي في المعركة مثلا أو في أرض جرداء أو في أرض مسبعة، فيحتاج أن يكون يقظا منتبها لما حوله حتى لا يأتيه عقرب أو أفعى أو غيره أو عدو، تمام. فمثل هذا الالتفات العمد لا يبطل الصلاة، تمام، ولا الخطوة والخطوتين. ففي هذه الحالة إذا فعل هذه الأفعال سهوا وهو ناسي أنه في الصلاة لا يسجد للسهو، فلا يسجد له. له إيش؟ الفعل الزائد الذي فعله زائدا عن أفعال الصلاة وهو ناسي وهو في حالة سهو، الذي لو فعل عمدا لم يبطل الصلاة. عفوا، الذي لو فعل عمدا لم يبطل الصلاة. طيب،
لأن عمده لا يؤثر، فسهوه لا يقتضي السجود. احنا قلنا الحكمة من مشروعية سجود السهو جبر الخلل في الصلاة. فتأملوا معي كيف أن الشرع الشريف يجبر الخلل في الصلاة بأشرف أفعال الصلاة السجود. وأصلاً مشروعية سجود السهو أنه يكون جبر السهو بالسجود وليس بالركوع وليس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وليس بقراءة الفاتحة، هذا بدل على أنه السجود هو أشرف أفعال الصلاة. لاحظ معي الخلل في عمود الإسلام في ثاني أركان الإسلام عن سهو يجبر بالسجود بسجدتين إرغاما للشيطان. فهذا كله بدل على أنه فعل السجود أشرف أفعال الصلاة، كما قلنا مرارا وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود السبعة كرامة لهذا الفعل اللي هو أشرف أفعال الصلاة، والذي سميت دور العبادة عند المسلمين نسبة إليه، سميت بالمساجد نسبة إلى السجود ولم تسمى بالمراكع ولا بالمصليات. تمام، إنما المساجد والكلام عن التي تقام فيها الصلوات الخمس. طيب، وأما ما يبطل عمده إذا كان الفعل الزائد هذا اللي فعله المصلي وهو ناسي، إذا كان هو أصلاً لو فعلوا عن عمد بطلت الصلاة، فهنا على نوعين، متحقق ومتوهم أو متوهم، متحقق ومتوهم. الآن نفصل بين هذين النوعين من الأفعال الزائدة على أفعال الصلاة التي إذا فعلت عن عمد بطلت الصلاة، لكن ها هنا المصلي فعلها عن نسيان، عن حالة سهو. طيب، نفتح الكتاب صفحة 301 إذا سمحتم. فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو. هذه الأفعال إن فعلت نحن نقرأ فيها على صفحة 302، إن فعلت عمداً بطلت الصلاة لأنها تغيير فيها. واحد إجى على باله يقرأ التشهد بعد الركعة الثالثة في العصر مش بعد الركعة الثانية التشهد الأول، أو إجى على باله مثلاً يركع ركوعين في غير صلاة الاستسقاء في صلاة الفريضة، قال لك ما دام في سجدتين فبدي أركع ركوعين في الركعة الواحدة، أخلي الركوع مثل السجود إلى غير ذلك. هذا إذا فعل عن عمد يبطل الصلاة لأنه تغيير في الصلاة، يبتكر من عنده يعني بدعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، مش كل واحد يصلي على كيفه. فبالتالي إذا لو كل واحد بده يصلي على كيفه لا أخرج الناس عبادات من ما أنزل الله بها من سلطان، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. عشان كده كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشريعة كانت حاسمة وحازمة مع البدع والابتداع والمبدعين، عفوا المبتدعين، لأنه يخرجوا دينا آخر كما حصل من غلاة الصوفية، خرجوا يعني هيئات معينة مع أذكار معينة مع مزيج يعني من الأوقات والمفضلة والهيئات إلى آخره فيما عرف بالطرق. تمام، ما فعلها الصحابة وما علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. فإذا أنت بدك تتقرب إلى الله أكثر، زد من النوافل، قيام الليل مفتوح تصلي ما بعد من بعد العشاء إلى الفجر مثلا، زيد من نوافل الصيام، لكن مش تبتكر صيام جديد. تمام، مش تبتكر صلاة جديدة. فهذه الأفعال إذا تأملتم فيها حقيقة إذا فعلت عن عمد تبطل الصلاة لأنه تغيير فيها، في ركوعين بده يقرأ الفاتحة في السجود أو في موضع التشهد عن عمد، هذا يصلي بمزاجه
تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وموقف الشريعة الإسلامية الغراء من البدع والمبتدعين وهذه الضلالات، موقفها الحازم والحاسم، هو الذي كان أحد أسباب حفظ الدين. الآن نحن نصلي كما كان الصحابة يصلون رضي الله تعالى عنهم، ونصوم كما كانوا يصومون، ونحج كذلك. ما تغيرت العبادات ولن تتغير، لأنها توقيفية ووصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة، ولله الحمد. فهذه الأفعال إذا فعلها نسياناً، إذا فعلها عن عمد أفعال زائدة بطلت الصلاة، إذا فعلها نسياناً فيسجد للسهو، يسجد للسهو وينجبر الخلل الذي حصل. والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له صليت خمساً، فسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. يعني ما قالوا سبحان الله للنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ في الخامسة في صلاة الظهر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فيظن الصحابة كما حصل في واقع ذي اليدين أنه صلاة الظهر صارت خمسة، تمام؟ أنه صارت خمس ركعات بدل بعد ما كانت أربع، فهذا ظن موجود. فما سبحوا لما خلص الصلاة، قالوا يا رسول الله صليت خمسة، ما وجد من استدرك مثل ما استدرك ذي اليدين، لكن قالوا يا رسول الله خمسة. بمعنى آخر صارت الصلاة خمسة يا رسول الله، أدبا منهم مع جناب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من رحمة الله تعالى بأمته أنه حصل هذا السهو المحدود المعدود في بعض صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة، حتى نتعلم أحكام سجود السهو، متى نسجد السهو، متى لا نسجد، وكيف ومتى نسجد. يعني لو لم يحصل أي سهو من النبي عليه الصلاة والسلام لربما وقع الصحابة في حرج وأثقل عليهم حصول السهو منهم في صلاتهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولربما وجدت من اجتهادات بعض الصحابة من يرى أنه أي سهو يبطل الصلاة، تمام، وبالتالي لازم تعيد الصلاة سواء كنت منفردا أو في جماعة. لكن حصلت هذه الحالات المعدودة المحدودة، فتعلمنا أي نحن معشر المسلمين من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أحكام سجود السهو وما يتعلق به. فهنا صلى، وهذا الحديث صحيح، صلى خمس ركعات الظهر، فلما راجعوه بعد الصلاة سجد السجدتين وهو جالس. طبعا بعد التسليم بده يكون، في هذه الحالة بده يكون السجود بعد التسليم لأنه سلم، ورجعوه بعد السلام، يا رسول الله صليت خمسة، فبالتالي سجد للسهو بعد التسليم، وسجد الصحابة بسجوده لأنه إمامهم في تلك الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المتوهم، لاحظوا هذه أفعال زائدة متحققة، وهي إذا فعلت عن عمد تبطل الصلاة. الآن في عنا إيش؟ أفعال متوهمة وإذا فعلت عن عمد تبطل الصلاة. ما هي؟ فهو أن يشك، يعني أنه صلى ركعة أو ركعتين، هو شاك، مش أنه زاد فعلاً. الصور السابقة في أعلى صفحة 302 زاد فعلا أفعال إن كانت عن عمد بطلت الصلاة، لكن لأنها سهو يسجد للسهو ولا تبطل صلاته، تمام. الأفعال التالية متوهمة، ما زادش، شاكك إنه زاد إيش؟ أفعال، شاكك إنه صلى ركعة والركعتين، فيلزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو وجوبا، لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في الدرس الماضي، تمام. يعني هنا مش أنه زاد ركعة، احتمال أنه زاد ركعة واحتمال أنه لا، في شك، لأنه فبيصلي بابن على الأقل كما قلنا.
هذا فعل زائد متوهم مش متحقق منه، ولو فعل عن عمد بطلت الصلاة. يعني واحد إجي قال لك أنا بدي أصلي 5 ركعات لأنه 4 قليل عشان أخذ حسنات أكثر، بنقول له صلاتك باطلة. إذا صليت الظهر 5 ركعات فصلاتك باطلة وستسأل عنها يوم القيامة، تمام؟ إذا فعلت عن عمد بطلت الصلاة. ثم يسجد للسهو، لحديث أبي سعيد الخدري، فإن قام من الركعتين فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائما. الآن حالة أخرى من ضمن الأفعال الزائدة المتوهمة هذه، فإن قام من الركعتين يعني الصلاة رباعية، خلص الركعة الثانية ما قعد للتشهد إنما سهوا قام للركعة الثالثة، فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائما، تمام؟ رجع لسه كان ما انتصب جسمه بحيث يقرأ ابدأ قراءة الفاتحة، يعني في هو في بين القعود وبين الوقوف، تمام؟ يهم بالقيام وقف لكن ما انتصب بعد، ذكر انه ما قرأ التشهد انه نسي يقرأه، ماذا يفعل؟ انتبهوا، ففيه قولان عند الشافعية، قولان يعني عن الإمام رحمه الله تعالى. احنا قلنا مرارا الأقوال هذه للإمام الشافعي مؤسس المذهب رحمه الله تعالى، أما إذا كانت الاجتهادات لتلاميذه أو تلاميذهم أو من بعدهم تسمى وجوه، تسمى وجوه. قولان للإمام الشافعي، أحدهما يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته، فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد كما لو زاد قياما أو ركوعا، والثاني لا يسجد وهو الأصح لأنه عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة. الصحيح والمعتمد للفتوى أنه لا يجب السجود، سجود السهو ها هنا لا يجب، لأن هذه الحركة اللي هي الارتفاع من حالة الجلوس بعد السجدة الثانية إلى وضعية ما يقرب من القيام هذه حركة زائدة، تمام؟ لكن فعلت سهوا، لو فعلت عمدا لبطلت الصلاة. يعني واحد بعد سجود الركعة الثانية أراد يطلع يوقف ويرجع، يطلع يوقف إلى ما قبل حالة الانتصاب ويرجع مرة أخرى، وهو عارف أنه ما قرأ التشهد، مذاكر، فقال لك يعني أهوي رأسي أمام المروحة وأنزل، هذا الفعل يبطل الصلاة عن عمد. لكن هذا صاحبنا فعل هذا الفعل سهوا، تمام؟ نسي أنه ما قرأ التشهد، أو نسي قراءة التشهد، ظن أنه في الركعة الأولى مثلا وارتفع، ولما اقترب من حالة الانتصاب ذكر فنزل للقعود ليقرأ التشهد ويكمل صلاته، تمام؟ في هذه الحالة القول الأول قال لك إيه؟ قال لك أنه يسجد للسهو عند الإمام الشافعي، لأنه هذا في خلل حصل وخلل بسبب السهو فيسجد للسهو. القول الثاني قال لك لا يسجد، يعني بمعنى لا يجب عليه، لأنه هذا كالحركة التي إن فعلت عن عمد تبطل، وإن لكنه فعلها اللي هو الارتفاع هذا شبه القيام، هذا فعلها سهوا فيرجع يكمل صلاته، وهو رجع إلى سنة اللي هي قراءة التشهد الأول ثم يكمل الثالثة والرابعة، ويسن له السجود، سجود السهو، وهذا الأصح من القولين وهو المفتى به عند الشافعية، أنه يسن السجود في حالة إيه؟ في حالة أنه اقترب من القيام ثم رجع، لكن إذا انتصب قائما خلاص ما بيرجع لأنه تلبس في فعل تالي، وهذا الفعل التالي ركن من أركان الصلاة اللي هو القيام لأجل قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، فإذا استقر قائما خلاص ما في رجوع، لا يرجع، لا يترك فرضا ويرجع إلى سنة،
لا يترك فرضا له القيام لقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ويرجع إلى سنة اللي هي قراءة التشهد الأول، لكن يسن له أيضا أن يسجد للسهو إذا ما رجع وكان قد استقر قائما. إذا ما كان قد استقر قائما ورجع يسن له سجود السهو، لكن لا يجب في الحالتين، وعلى الصحيح المفتى به عند الشافعي كما بينا، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر لسببين: الأول أنه بدأنا متأخرين حيث التحق بنا المشرف معذورا متأخرا، فبدأنا التسجيل متأخرين ولا نريد أن نطيل عليكم. والأمر الثاني أنه أحكام سجود السهو نريد أن نسير فيها ببطء نسبيا لأجل أن نفهمها جيدا، لأنه مجال من مجالات كثرة الخطأ من قبل المصلين وربما بعض المفتين والأئمة أئمة المساجد. ف يعني نريد أن نعبر هذا الموضوع من كتاب المهذب بهدوء وببطء نسبي بتريث حتى نستفيد الفائدة الأتم إن شاء الله تعالى الكريم. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا القدر. وصلنا إلى عنوان فصل النقصان. من هنا من هذا العنوان سيبدأ الدرس رقم 65 إن شاء الله تعالى الكريم. الدرس رقم 65 يبدأ من هذا العنوان فصل النقصان إن شاء الله تعالى الكريم. وصلنا إلى وسط صفحة 302، وصلنا إلى وسط صفحة 302. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين، يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، يا غفور يا غفار، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك بنا أجمعين، يا الله يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا إيمانا وتقا وورعا وعلما نافعا ما أحييتنا يا رب العالمين، وقربنا إلى جلالك، واجعلنا من أوليائك في الأرض في هذا الزمان، واجعلنا من أحبابك في الأرض في هذا الزمان. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى من الأعمال والأقوال ما أحييتنا يا رب العالمين، وجنبنا جميعا الزلل والضلال وظلم العباد ما أحييتنا يا رب العالمين، واستخدمنا في خدمة دينك ونصرته في الأرض وفي قهر أعدائك فيها ابتغاء مرضاتك عنا يا رب العالمين، وارزقنا يا رزاق يا كريم الإخلاص لوجهك الكريم في أقوالنا وأفعالنا ما أحييتنا يا الله، وباعد بيننا وبين النفاق والرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب ما أحييتنا يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك،
نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.